هذا موسم الخير العميم لجميع قاطني وادي لوانغوا. ومع أنه يبدو جنة فردوس لا نهاية لها، فإن الحيوانات هنا تعرف أن غنائمها ستفلت من بين أيديها في غضون أسابيع قليلة عندما تتبدل الفصول. على الطرف الجنوبي من نهر لوانغوا تتلاشى ببطء آخر بقايا موسم الخضرة والرطوبة ليبدأ تحول الوادي. بالنسبة لذكور أفراس النهر المهيمنة، فإن بداية موسم الجفاف تعني شيئاً واحداً: حافظ على حقوقك أو مت دفاعاً عنها. لحسن حظ هذا المتحدي، فقد سمح له الذكر المهيمن بالعيش على مشارف منطقته ولو مؤقتا. مع استمرار تقلص النهر الذي يتراقص لمسافة 750 كيلومترا، سيترك هذا الوادي الشاسع لأفراس النهر بحيرات قوسية متناثرة هنا وهناك، وللذكور المهيمنة العديد من المنافسين. تقوم قطعان الحيوانات العاشبة شمال النهر برحلة يومية، علها تجد من الماء ما يمكنها من تجاوز هذا الموسم العصيب. على الحيوانات المفترسة أن تراقب حافة الأنهار بانتظار قدوم الفرائس. هذه إحدى أكبر زمر الأسود في الوادي، وهي بحاجة إلى وليمة كبيرة كل بضعة أيام لتحافظ على قوتها. عادة ما تقضي الإناث التسع في الزمرة ساعات منتصف النهار في النوم والاعتناء بالأشبال والتواصل الاجتماعي قبل أن تشرع في الصيد، لكنها تراقب عن كثب أي وجبة محتملة. يمكن لحيوان نو واحد أن يطعم الزمرة بأكملها، والأنثى الكبيرة هي التي تتولى القيادة. بينما يستمر انحسار النهر، فإنه يحشر المقيمين فيه بالقرب من بعضهم. يمنح الطقس الحار الطاقة للتماسيح ذوات الدم البارد التي لم تعتد هذا الكم من الرفقاء. إنه وقت عصيب، فالعيش بشكل ملاصق لهذا العدد من أفراس النهر أمر محفوف بالمخاطر. ستذود الأمهات عن صغارهن بأي ثمن، وفي هذه المياه التي تعج بالتماسيح
فإنها تظل في حالة تأهب قصوى. يمثل التمساح الصغير تهديداً أقل، لكن في الوقت الحالي فالخيار الأكثر أماناً هو إبقاء الصغار على اليابسة. الحياة مع جيران غدارين لها عواقب وخيمة، لكن لن يغادر أي من الفريقين قريباً. لذا فمن الأفضل ترسيم الحدود وإبعاد الأفراد سيئي السمعة. بالنسبة لقطعان الحيوانات العاشبة في وادي لوانغوا، يكاد غطاء العشب الأخضر يتلاشى. بعضها مثل الفيلة قد تقطع 80 كيلومتراً في اليوم للوصول إلى نهر لوانغوا الآخذ في التقلص. عندما يتسلل موسم الجفاف ببطء عبر محمية مالامالا، فإنه يخنق الجداول والروافد. بعيداً عنه يتلاشى اللون الأخضر ببطء ليتحول إلى اللون البني. تتقلص برك الماء العميقة لتتحول إلى برك موحلة. تأتي الفيلة في أعقابها، تتبع الأمهات الحكيمات المسارات القديمة التي خطها أسلافها. يحتاج كل فيل بالغ إلى شرب أكثر من 100 لتر كل يوم، وهم يعرفون أن الأوقات العصيبة في انتظارهم. مع إحكام موسم الجفاف قبضته، يصبح النهر شريان الحياة لجميع الحيوانات العاشبة، وهذه فرصة لا تغفل عنها الحيوانات المفترسة. فموسم الجفاف هو موسم الوفرة بالنسبة لها. على امتداد النهر يرحب قطيع الضباع الساكنة هناك بأحدث الوافدين إلى صفوفه. رغم أنها من أمهات مختلفة، إلا أن كل شبل يبقى آمناً في العرين المشترك. على كل ضبع أن يعرف مكانته في مجتمع القطيع ويحترم رؤساءه المباشرين. أحد الأشبال هو ابن الأم الكبيرة، وهي الأنثى الكبرى والأكثر هيمنة في القطيع. رغم أن هرمون التستوستيرون يسري في عروقها، إلا أنها من ألطف الأمهات آكلات اللحوم. تجلس الأمهات الضباع لرعاية أطفالها، لكنها أبداً لا ترضع شبلاً ليس من نسلها. قد تغادر الإناث لساعات أو أيام بحثاً عن الطعام، مدركة أن أقوى الأفكاك في مملكة الحيوانات تحرس صغارها. الكلاب البرية ليست سوى البداية، فالموت
يأتي بجميع الأشكال والأحجام. بصفتها أكبر وأقوى قطط أفريقيا، فليس لدى الأسود الكثير لتقلق بشأنه، باستثناء مشكلة واحدة كبيرة جداً. وحيد القرن الأبيض. إنه يتسم بقصر النظر وسوء المزاج والشك، خاصة مع وجود صغاره بجانبه. مجرد رائحة الأسد يمكن أن تدخل هذه الدبابة الحيوانية التي تزن طنين في حالة من الجنون. يعوض وحيد القرن الأبيض ضعف بصره بسمع حاد وشم حساس. لكن وحيد القرن مثل جميع الحيوانات العاشبة هنا يواجه مشكلة أكثر إلحاحاً. الجفاف. مع تبخر آخر برك الماء يتعين على الجميع التوجه إلى النهر. سوف يتحملون عدة شهور قبل أن تهطل الأمطار. المسارات المؤدية إلى النهر تتحول إلى طرق سريعة للحيوانات العاشبة. الفجر في أيام الشتاء في مالا مالا بارد وغارق في الشفق البرتقالي، لكن منتصف النهار يشتعل حرارة ويعصف بالغبار. مع مرور الأسابيع يزداد المشهد الطبيعي في مالا مالا قحطا ويأسا. أخيراً تلوح بوادر التغيير. تتراكم غيوم العاصفة في السماء التي تزداد ظلمة. لقد وصلت الأمطار. تتشرب الأرض بكل قطرة حتى لا يعود في وسعها استيعاب المزيد. مع حلول الصيف يغدو النهر أقل سخاء مع المفترسات الأخرى في مالا مالا. تنتشر الفرائس على امتداد المرتع الخصب. الحياة سهلة بنفس القدر بالنسبة للفيلة. تحولت محمية مالا مالا إلى مائدة سلطات كبيرة. تلد الفيلة طوال العام، لكن رعاية الصغار الذين يولدون في الصيف مهمة أسهل بكثير. الحياة في قطيع اجتماعي تعني التعلم من خلال المثل العليا. مع أن الذكور الصغيرة قد لا تكون القدوة المثلى، إنها طيور الأركوم الأكبر في العالم، حيث يبلغ وزنها 6 كيلوغرامات، لكن ليس لديها وقت لألاعيب الفيلة، فأمامها مهمة حاسمة. إنها تبحث عن الطعام، وأي شيء ينزلق أو يزحف سيفي بالغرض. مثل الفيلة تعيش طيور الأركوم في نسيج عائلي متماسك. ليست هناك سوى أنثى واحدة للتكاثر، وهي تضع فرخاً واحداً كل 6 سنوات. يدين العديد من سكان محمية مالا مالا ببقائهم للروابط الاجتماعية بينهم، وهو أمر لا يتفوق فيه أحد على الكلاب البرية، فهم خير من يمثل روح الفريق.
تطارد الكلاب فرائسها دون كلل لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات. في غضون شهور قليلة حققت أشبال الضباع تحولاً ملحوظاً، باتت العلامات المنقطة على جلودها مكتملة، وستظل تميزها طوال حياتها، غير أنها تظل تعتمد على أمهاتها للحصول على الحليب لفترة أطول بكثير من معظم الحيوانات المفترسة. ولإشباع نهم أشبالها اليافعة يتعين على الأمهات أن تأكل كفايتها من الطعام لتحافظ على وفرة حليبها. على امتداد الجانب الغربي لأكبر برية في جنوب أفريقيا تتألق جوهرة التاج. هذا هو بلد الخمسة الكبار. موطن العمالقة. الأساطير. المحاربين والملوك. هذه محمية مالا مالا، من الضعاف إلى الأقوياء، كل من يعيش هنا هو جزء من شبكة معقدة وتوازن دقيق بين الحياة والموت، وعلى كل مخلوق أن يتكيف تماماً مع دوره في عالم يحكمه تغير الفصول الذي لا هوادة فيه.